وينضم إلينا مراسلو الغد من خان يونس إبراهيم قنن، ومن دير البلح أيمن أبو شنب، ومن مستشفى المعمداني الصحفي محمود أبو سلامة، ومن مستشفى كمال عدوان ببيت لاهي الصحفي فادي الوحيدي. أبدأ معك إبراهيم، وآخر التطورات في خان يونس بشكل عام وفي جنوب القطاع. يعني واضح أن سكان مدينة خان يونس استيقظوا اليوم على نهار جديد دامي ومؤلم وقاسي بسبب المجزرة الإسرائيلية المروعة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان مدينة خان يونس والنازحين فيها بفعل الغارات الإسرائيلية العنيفة. أولى هذه الغارات كانت استهداف منزل لعائلة كلخ في منطقة حي الأمل بمدينة خان يونس غرب مدينة خان يونس. هذه الغارة سوت إسرائيل فيها منزل مكون من طابقين بالأرض وحولت كل من بداخل هذا المنزل إلى شهداء وجرحى، 11 شهيدا معظمهم من الأطفال والفتيان جراء هذه الغارة، بالإضافة إلى أكثر من 30 إصابة. جزء من هذه الإصابات هي إصابات خطيرة وحرجة، نقلت إلى مجمع ناصر الطبي إلى تلقي العلاج. ظلت الطواقم الطبية جهاز الدفاع المدني ومتطوعين محليين يعملون لساعات طويلة حتى تم انتشال الشهداء من أسفل المنزل الذي سوته الطائرات الحربية بالأرض. ثم بدأت القوات الإسرائيلية بتوسيع عمليات القصف الإسرائيلي بتشمل منطقة حي الكتيبة، هذا الحي الذي يشهد منذ يوم أمس عمليات قصف جوي ومدفعي عنيف. لكن الغارة الأكثر دموية كانت التي استهدفت منزل أو تكتك أو دراجة نارية لعائلة عاشور، حيث كان يستقلها 6 من المواطنين الذين تحولوا إلى شهداء في لحظة واحدة بفعل الصاروخ الذي ضرب هذه الدراجة النارية. من بين الشهداء سيدة فلسطينية كانت يعني من ضمن الركاب في داخل هذا التكتك. ثم بدأت عمليات القصف العشوائي الجنوني، من بينها استهداف محيط مدينة حمد، محيط منطقة أزاء القريبة جدا من مدينة حمد، حيث تم نقل 3 من الشهداء وعدد كبير من الإصابات بفعل إطلاق الصواريخ من قبل المسيرات، وعمليات إطلاق النار على المواطنين في هذه المناطق التي تقع في الشمال الغربي لمدينة خان يونس. ولا يزال عدد من المواطنين على الأرض شهداء وجرحى، لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال هؤلاء الشهداء والجرحى. ثم بدأت أيضا الغارة الأكثر دموية أيضا كانت في المشارف مدينة رفح في الشمال رفح، حيث ذهب مجموعة من المواطنين لانتشال أحد الشهداء الذين استشهدوا يوم أمس. عند وصول الشهداء 6 الآخرين إلى هذا الشهيد تم انتشاله، تم وضعه في دراجة نارية توك توك أيضا، وعند سيرهم لمسافة مئات الأمتار تم استهداف هذا التوك توك، مما حول 6 الذين أنقذوا الشهيد أو انتشلوا الشهيد إلى شهداء، ليصبح عدد الشهداء إلى 7. ثم تقدم 3 مواطنين لانتشال 7 شهداء، وما أن وصلوا إليهم حتى تم قصفهم من قبل الطائرات المسيرة، ليصبح عدد الشهداء 10 شهداء في هذه الغارة التي تمت على مرحلتين، وبالتالي أعداد الشهداء في الزياد أيضا. ثم انتقلت عمليات القصف الإسرائيلي إلى منطقة جورت اللوت، وتم نقل 1 الشهداء من هذه المنطقة، فيما تم انتشال عدد من الشهداء، والشهداء الباقين استشهدوا متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها يوم أمس في الغارات الإسرائيلية، وهم 3 من الشهداء. 2 من هؤلاء الشهداء استشهدوا في الغارة التي وقعت قريب من مجمع ناصر الطبي، على بعد نحو 300 متر فقط من مجمع ناصر الطبي. 33 شهيدا، عشرات الإصابات، عدد كبير من الإصابات هي إصابات خطيرة وحرجة، فيما تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية البرية 3 في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية لمدينة خان يونس، مع تقدم الدبابات الإسرائيلية إلى محيط مستشفى السلام على طريق صلاح الدين
الذي يوصل الشمال قطاع غزة بجنوبه، وأيضا توغلت في محيط منطقة المحطة وبدأت عمليات القصف المدفعي العنيف منذ الفجر، وحتى هذه اللحظة لم تتوقف عمليات القصف المدفعي وإطلاق الصواريخ من قبل المسيرات وإطلاق النار من قبل الآليات على مركز مدينة خان يونس، شارع 5، السطر الغربي، حي الكتيبة، السطر الشرقي، محيط منطقة المحطة، وأيضا طريق صلاح الدين، بلدة بني سهيلة وبلدة عبسان. كل هذه المناطق تعرضت وما زالت حتى هذه اللحظة إلى عمليات قصف مدفعي وجوي عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتأكيد هناك عدد من الشهداء والجرحى، لكن الطواقم الطبية حقيقة لا تستطيع الوصول إلى مناطق القتال في هذه المناطق مع سماع أصوات اشتباكات عنيفة، تحديدا في حي المحطة أو في منطقة حي السلام وفي آخر شارع 5 من الناحية الشرقية، بالإضافة للاشتباكات التي تدور في محيط حمد وفي محيط منطقة القرارة. هذه صورة الأوضاع الميدانية حتى اللحظة في خان يونس وفي رفح مع استمرار عمليات القصف المدفعي والجوي ونسف المنازل في محيط منطقة رفح تحديدا في المناطق الشمالية والغربية ووسط المدينة. طيب ابقى معنا إبراهيم، أتحول إلى أيمن أبو شنب من دير البلح لثانا على التطورات أيضا لديه في دير البلح وفي وسط القطاع. نعم سنار، قبل قليل تمكن مواطنون من انتشال جثامين 3 شهداء من بلدة القرارة من شمالي محافظة خان يونس والوصول بالشهداء 3 إلى مستشفى شهداء الأقصى، وتمكن المواطنون من انتشالهم بعد أن يعني تمكنوا من الوصول إلى يعني أماكن الشهداء 3 في القريبة من منطقة المطاحن جنوبي مدينة دير البلح، وكان هؤلاء الشهداء يعني استشهدوا في غارات إسرائيلية سابقة على شمال مدينة خان يونس، وسبق هذه أو سبق وصول الشهداء قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية باستهداف المناطق متفرقة من وسط قطاع غزة، وخاصة في المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة دير البلح التي تشهد عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي، والجيش وفرقة 98 تقوم بتوسيع عملياتها على مشارف مدينة دير البلح، وتمكنت آليات الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى شارع صلاح الدين بالقرب من منطقة المزرعة في مشارف مدينة دير البلح، وترافق هذا مع يعني نيران كثيفة لآليات الجيش الإسرائيلي سواء من الطائرات الحربية الإسرائيلية، من الطائرات المسيرة، من المدفعية الإسرائيلية، من أيضا المسيرات الإسرائيلية التي تطلق النار على كل من يتحرك في المناطق الغربية من شارع صلاح الدين، وأوقع ذلك شهداء وجرحى. لكن يعني وصول آليات الجيش الإسرائيلي إلى شارع صلاح الدين يثير مخاوف الناس، ويثير أيضا المخاوف والقلق لديهم من إمكانية تقدم هذه الآليات باتجاه وسط مدينة دير البلح التي هي أصلا مكتظة بالنازحين، فبالتالي الوضع صعب وخطير جدا في مدينة دير البلح مع تقدم ووصول آليات الجيش الإسرائيلي إلى محيط شارع صلاح الدين الذي يربط ما بين جنوب ووسط مدينة دير البلح ووسط القطاع، وبالتالي أيضا هنا القلق ما زال يتزايد في ظل يعني ازدياد حدة الغارات الجوية الإسرائيلية على وسط القطاع، وأيضا كانت مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخ باتجاه مجموعة من المواطنين في شارع أبو عريف في المنطقة الغربية من شارع صلاح الدين، وأدت هذه الغارة إلى استشهاد فلسطيني واحد وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. أيضا مسيرة إسرائيلية أطلقت قنبلة باتجاه مجموعة من المواطنين في منطقة الحكر، وأدى ذلك إلى إصابة 5 فلسطينيين بجراح مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى. أيضا القصف المدفعي والجوي امتد إلى منطقة قرية المصدر وإلى شرق مدينة وشرق مخيم المغازي، وكذلك طال القصف أيضا شمال مخيم النصيرات، هذه المنطقة منطقة المغراق وادي غزة.
مدينة أبراج الزهراء، هذه المناطق تتعرض للقصف الجوي والمدفعي ما بين الفينة والأخرى. وكانت في ساعات الفجر كانت هناك غارة إسرائيلية استهدف شقة سكنية في مدينة في أبراج عين جالوت في مخيم النصيرات، وأدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراحة مختلفة. أيضا كان هناك وصول لجثماني شهيدين من مدينة حمد في أيضا شمال محافظة خان يونس، وتم الوصول بهما إلى مستشفى شهداء الأقصى. فبالتالي تكون حصيلة الشهداء التي وصلت مستشفى شهداء الأقصى منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة 10 شهداء، فضلا عن عشرات المصابين جراء تواصل للغارات الجوية الإسرائيلية وإطلاق النار من قبل مسيرات إسرائيلية على وسط القطاع. يتزامن هذا مع إطلاق مع استمرار للتحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية التي ما تزال تحلق في سماء وسط القطاع، وهذا ينذر بتجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على وسط القطاع. ابقى معنا أيمن، وتحول إلى محمود أبو سلامة من مستشفى المعمداني. هل لديك جديد في المستشفى، وهل يمكنك أن تنقل لنا الأوضاع لديك بشكل عام في محيط حتى المستشفى؟ نعم، قبل وقت قليل من الآن وصل عدد من الإصابات من محيط مدرسة عين جالوت في حي الزيتون إثر استهداف من طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر. ألقت هذه الطائرة قنبلة على تجمع للمواطنين في حي الزيتون. محمود، فقدنا الصوت معك، وأتحول إلى فادي الوحيدي من مستشفى كمال العدوان ببيت لاهيا. المشهد لديك فادي. نعم، اشتد القصف المدفعي في الساعات الأخيرة على شمال قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم، ومدفعية الاحتلال تقوم بالقصف العنيف والمتواصل على المناطق الشرقية لمخيم جباليا، بالإضافة أيضا إلى القصف المدفعي المتواصل على مناطق بيت لاهيا شمال قطاع غزة. بالأمس اشتد القصف المدفعي بشكل عنيف، هذا القصف طال المناطق الشرقية لمخيم جباليا. في هذا القصف أدى إلى ارتقاء شهيدتين أثناء وجودهم داخل منزلهم، بالإضافة أيضا إلى القصف المدفعي الذي طال مناطق بيت لاهيا. في هذا القصف أدى إلى ارتقاء شهيدة وهي سيدة وشهيدين جراء القصف الذي طال بوابة مدرسة الشيماء في شمال قطاع غزة، بالإضافة أيضا إلى قيام طائرات الاحتلال الحربية بقصف أرض فارغة في منطقة بيت لاهيا. هذا وبالإضافة أيضا إلى التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع بشكل منخفض. هذه الطائرات تحلق على مستويات منخفضة في أجواء شمال قطاع غزة منذ ساعات طويلة، لا تفارق الأجواء هنا في شمال قطاع غزة. هذا على الجانب الوضع الميداني. الأصعب من هذا هو الوضع الإنساني. جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المواد الغذائية إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة منذ 4 أشهر. نتحدث أن جيش الاحتلال يمنع دخول هذه المواد منذ 4 أشهر، أدى إلى افتقار جميع المواد الغذائية والصحية في أسواق شمال قطاع غزة. ما يسمح بدخول جيش الاحتلال الإسرائيلي هو القليل من الطحين والقليل من المعلبات، فبالتالي هذه المعلبات أدت إلى انتشار الأمراض لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. كيف يحصلون الأهالي هنا على الطعام؟ من خلال الذهاب إلى تكيات الطعام التي تجوب في شوارع شمال قطاع غزة، ويقفون منذ ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف في محاولة للحصول على القليل من الطعام، علما أن الطعام الذين يحصلوا عليه لا يلبي احتياجاتهم ولا يسد رمق جوعهم. بالأمس كانت هناك تكية من اللحم، هذه كانت تكية صغيرة جدا في وسط مخيم جبالي. ما شاهدناه هو الآلاف من أهالي شمال قطاع غزة ومن أهالي مخيم جباليا أقبلوا إلى هذه التكية في محاولة للحصول على القليل من اللحم الذي لا يسد
رمق جوعهم، فبالتالي المجاعة تشتد أكثر وأكثر في كل يوم يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات والمواد الغذائية هنا إلى شمال قطاع غزة. أما إذا تحدثنا عن الوضع البيئي الذي يعيشه سكان شمال قطاع غزة وهو وضع كارثي، حيث تتكدس الآلاف من الأطنان من النفايات قرب مراكز الإيواء في شوارع الشمال قطاع غزة، في كل زاوية تتكدس النفايات وأيضا تتكدس مياه الصرف الصحي في كل شوارع شمال قطاع غزة. هذه النفايات أدت إلى انتشار الأمراض وانتشار الوباء لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، خصوصا نتحدث في مراكز الإيواء. هذه المراكز لا يتوفر بها أي من المقومات الصحية، لا يتوفر حمامات، لا يتوفر الصابون، لا يتوفر الشامبو، فبالتالي أدى إلى ضعف المناعة في أجساد الأطفال، فبالتالي صحيح. الأمراض انتشرت بشكل كبير في أجساد الأطفال، وهو ما تحذر منه كل المؤسسات والمنظمات الصحية. ابقى معنا فادي، أعود إلى محمود أبو سلامة من مستشفى المعمداني لينقل لنا الأوضاع لديه. تفضل محمود. نعم، صورة الأوضاع وآخر التطورات في مدينة غزة، حيث قبل دقائق من الآن استهدفت المسيرات الإسرائيلية من نوع كواد كوبتر تجمعا للمواطنين في محيط مدرسة عين جالوت في حي الزيتون. أسفر هذا الاستهداف عن عددا من الإصابات، وصلوا إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة. أيضا هذه المدرسة التي يتواجد بها نازحون، وثقناهم بالأمس ساعة الغارات الإسرائيلية الذين نزحوا من هذه المدرسة تحت إطلاق نار كثيف ومكثف عليهم في حي الزيتون. أيضا تستمر عمليات النسف للبنايات والمباني في شارع 8 في محيط حي الزيتون، وهي منطقة تعتبر خطيرة وخط أحمر للمواطنين، وننوه لهم بعدم الاقتراب والوصول لهذه المنطقة من مفترق دولة، حيث مفترق الدحدوح تحتكم هذه المنطقة بالطائرات المسيرة الإسرائيلية في قلب حي الزيتون. يسمع المواطنون أصوات الانفجارات طيلة هذه الليلة من نسف المباني والغارات الإسرائيلية في محيط حي الزيتون. أما على الصعيد يعني الإنساني والصحي، الوضع الكارثي كما تعلمون، نناشد مرارا وتكرارا ويناشد المواطنون أيضا بالمستلزمات الطبية والوضع الصحي الكارثي. نجد هنا المصابون في ساحة المستشفى لعدم توفر مكان لهم وعدم تلقي العلاج لهم أيضا. هذا كله يعني يحدث في مدينة غزة في مستشفى المعمداني في الانهيار المنظومة الصحية للطواقم الصحية. وأيضا إذا ما تحدثنا عن طواقم الدفاع المدني التي تجد أيضا صعوبة في انتشال الشهداء إثر المجازر الإسرائيلية، التي يعني بيوت كاملة تسقط على رؤوس المدنيين الآمنين بها. ونحن نتحدث الآن نستمع إلى صوت طائرات الاستطلاع المنخفضة بشكل منخفض جدا في سماء مدينة غزة. هذه صورة الأوضاع في مدينة غزة وفي آخر التطورات فيما يحدث في حي الزيتون ومحيط حي الزيتون. إذن محمود أبو سلامة من مستشفى المعمداني، وفادي الوحيدي من مستشفى كمال العدوان ببيت لاهيا، وأيمن أبو شنب من دير البلح، وإبراهيم قنن من خان يونس. شبكة مراسلين، شكرا جزيلا لكم.